مراجعات غرفة غرفة فندق، الليلة ب 300 جنيه بإسكندرية بالمنشية بجوار محطة الرمل، عبارة عن عمارة سكنية وهم ايه قلبينها فندق. الغرفة واسعة، 2 سرير طبعا، تلفزيون قديم، تلاجة صغيرة شغالة، دولاب طبعا، بيت قديم واضح فيه التآكل والرطوبة، تكييف، شباك من النظام القديم الكبير الشيش طبعا، كل لمبة فوق السرير مش شغالة. انما بقى ايه يعني، احيانا الواحد بيضطر، لا 300 جنيه في الليله، احنا في 20/7/2022، حمام طبعا داخلي معمول بطريقه من مولوش شباك، عاملين حيطة وفي منفذ، وطبعا لو المكان اتكتب من كما يجب هيبقى يعني الريحة مش تمام، وبيؤدي الغرض لكن مش تمام. طبعا افضل حل الواحد يهوي الاوضه بدل من التكييف اللي ممكن يضر، انما طبعا طول ما بيطل على شارع عمومي يبقى فيه ازعاج ودولاب خشب، تسريحه صغيره، يبين بعض الرطوبه في الجدران. وغرفة في فندق عبارة عن عمارة سكنية بس ايه قلبوها استثماري، خلوها ايه غرف. طبعا الحمامات عملوها داخلي بس مش على طبيعتها، ملهاش شباك او ليها منفذ، يا دوبك كده ليها شفاط صغير، الله اعلم بقى بيشفط فين. كان معكم عارف يوسف، مراجعة غرف فنادق محافظات مصر، يعني مش الواحد يعني يقول ايه معقولة او مش معقولة، انما كويسة تقضي الغرض، دي لب 300 جنيه الى ان تبحث عن ما هو افضل. كان معكم عارف يوسف من الإسكندرية.